مين منزل صورة ليه مع زوجته وحقه، يعني حقه، يعني الراجل يعني بيمدح في زوجته حقه. فبعد ما انتقد ده وقعد هو بيقول لها حبيبتي قلبي وروحي وعينيا وام بناتي، كلام جميل يستحق الاشاده عليه، تشتموه ليه؟ تنتقدوه ليه؟ فالفانز بتوعه بيردوا على المنتقدين، وحصلت خناقه على صوره خالد سليم. خالد سليم طبعا من الفنانين اللي ما شاء الله محافظين على جسمهم والجيم تحت البيت وما بيفوتش يوم الا بيروح الجيم، ربنا يديك الصحه يا خالد يا صديقي. مشاجرة عنيفة بين مصريين في الكويت، أنا مش عارف إمتى المصريين بالتحديد في الكويت كده يهدوا ويفهموا إن هم يعني يبقى لازم منظركم حلو، خصوصا الإخوة اللي جايين من الصعايدة تلاقيهم في حتت معينة كده وعلى أتفه الأسباب خناقة قامت. معانا فيديو يا شباب؟ ما نشوف الفيديو.